وبعدئذ جاء يوسف الرامي، وكان تلميذا ليسوع، يخفي أمره خوفا من اليهود. فسأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فأذن له بيلاطس. فجاءوا فأنزلوا جسد يسوع، وهو الذي ذهب إليه ليلا من قبل، وكان معه خليط من المر والعود يناهز 100 درهم. فحملوا جسد يسوع وطيبوه وكفنوه كما جرت عادة اليهود في دفن موتاهم. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يدفن فيه أحد بعد. فوضعوا يسوع فيه مراعاة للتهية عند اليهود، لأنه كان قريبا. كلام الرب. التسبيح لك المسيح.